بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيك يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من دورة اساسيات التعامل مع نظام لينكس. باذن الله في الفيديو دوت هنشوف ازاي نقدر نبحث عن برنامج معين، وازاي نحمله ونثبته، وازاي نحذفه لو احنا عايزين نعمل ان انستول او الغاء تثبيت ليه، او نحذف البرنامج دوت او السوفت وير دوت، تمام؟ وهنشوف ازاي نقدر نعمل ابديت وابجريد للنظام وايه الفرق ما بينهم. في الموبايلات مثلا يعني الاندرويد موبايل اندرويد، لما تخش تنزل برنامج معين او لعبه او اي حاجه بتخش على البلاي ستور، صح؟ اسمه بلاي ستور او جوجل بلاي او ايا كان، يعني اللي هو فيه بيبقى فيه ستور تقدر تنزل منه البرامج بتاعتك. مثلا في الايفون عندك الاب ستور، تقدر تنزل منه البرامج اللي انت عايزها، تمام؟ طيب في اللينكس فين الستور؟ فين المكان اللي اقدر انزل منه البرامج بتاعتي؟ في لينكس موجود عندنا حاجة اسمها ريبوزيتوري. ريبوزيتوري او الكلمة الكبيرة دي اللي كلها ماسكة في بعضها ديت، معناها المستودع. كلمة ريبوزيتوري معناها او ترجمتها المستودع. المستودع هو حاجة كده شبه الستور، حاجة شبه المكان، حاجة شبه المكان كده اللي بتخزن فيه مثلا حاجتك، تمام؟ فالريبوزيتوري هو نفس الستور كده بالظبط، حاجه ممكن تنزل منها البرامج بتاعتك. طب ازاي اقدر ابحث مثلا عن برنامج معين؟ يعني هل مثلا اخش على جوجل واكتب اسم البرنامج او اسم السوفت وير اللي انا عايز انزله مثلا؟ لا، في لينكس لا، او يعني بقى في اغلب الوقت لا، دوت ما بيبقى صح. طيب ازاي اقدر ابحث عن برنامج انا عايزه؟ اول حاجه بتعملها اساسيه، يعني تفتح التيرمينال بتاعتك، حاجة معانا في كل الفيديوهات. تفتح التيرمينال كده، تمام، وتقول له أول حاجة تقول له ebt-get. ebt-get دوت الأمر دوت ثابت، سواء عايز بتبحث عن برنامج أو عايز تثبت برنامج أو عايز تحذف برنامج أو عايز تعمل أبديت أو عايز تعمل أبجريد، أي حاجة عايز تعملها ليها علاقة بالبرامج اللي على الجهاز بتكتب أول حاجة ebt-get، تمام. طيب بعد ebt-get بعمل ايه؟ هعمل مسافة واعمل واقول له اكتب له كلمة سيرش، يعني ابحث لي في الريبوزيتوري بتاعك واعمل مسافة واكتب له بقى اسم البرنامج. انا عايزه يعمل سيرش على ايه؟ انا عايز مثلا يبحث لي عن برنامج اسمه ال VLC. ده برنامج ميديا بلاير، برنامج بتقدر من خلاله تشغل الفيديوهات والاغاني والكلام ده كله، تمام. فانا البرنامج اسمه VLC، فانا كتبت له ebt-get، تمام، بعد كده مسافة كلمة سيرش، بعد كده مسافة كتبت له اسم البرنامج بتاعي كده. هو هيروح على الريبوزيتوري بتاعه او على المستودع بتاعه او على الستور بتاعه، وهيشوف لي ايه كل البرامج اللي عنده او كل الباكجز اللي عنده اللي اسمها PLC او اللي فيها PLC اللي فيها الحروف بتاعت الكلمة دي، تمام. دوس انتر، بس اولا لازم طبعا تكون شغال انترنت، تمام. دوس انتر، بيبحث. ممكن يقول لي عايز صلاحيات الروت، ما طلبش، مش بس هو في الانستول هيطلب منك صلاحيات الروت. زي ما احنا شايفين عندي حاجات كتير اسمها PLC، بس دي كلها بلاجنز. يعني ايه بلاجنز؟ يعني حاجات اضافيه بتضاف على البرنامج الاصلي. انا عايز VLC بس، اهو في VLC هنا مكتوبه باللون الاولي المدي على اخضر غامق دوت، لا معلم عليها بقفلها بالماوس، تمام. هي مالتي ميديا بلاير اند ستريمر، تمام. انا كده عرفت ان البرنامج دوت موجود على الريبوزيتوري بتاعي. طيب اقدر احمله ازاي؟ عشان اقدر احمله بدل كلمه سيرش اكتب انستول، دوس انتر. هو محتاج كده اشتغل كسودو او ادي له كسودو او كروت، يعني ادي له سودو، اقول له دخل الباسورد، ادخل الباسورد بتاعتي، هيبدأ يحمل، تمام. هو كده بيدور عليها، تمام. كده هو لقاها وبيعمل لها انستول، لان يعني هو حملها وعمل لها انستول. مش محتاج ان انا اقول له، مش محتاج ان انا اروح عليها واعمل لها انستول، لا، هو كده عمل لها انستول وقال لي خلاص دي كده تم تثبيتها والسوفت ويرز عندك ابديتد. طيب احنا قلنا ديت بتاعت ميديا بلاير، يعني شغال لي فيديوهات واغاني.
ده فيديو تبعنا اجي هنا هبص هلاقيه جاب لي اهو البرنامج اهو اوبن ويز في في ال سي ميديا بلاي شغله عشان نتاكد يعني ان هو شغال تمام. فتح الفيديو اهو واقدر اجري فيه تمام. طيب انا لازم عرفت ازاي اثبت البرنامج. طب ازاي احذف البرنامج؟ علشان احذفه نفس الامر ده بالظبط ولكن بدل انستول هكتب له ريموف يعني امسح دوس انتر. قال لي انت متاكد انك عايز تمسحه عايز تكمل يعني في كده؟ قلت له اه يا اما مادام هو كاتب حرف بالكابيتال معناه ان هو دوت الديفولت. لما دوست انتر هينفذ لي هيختار لي دوت واي اختصار ليس وان اختصار لي نو انا عايزه يس يحذفه متاكد انك تكمل فدوس انتر هيحذفه هيلغي لي التثبيت وبعد كده هيحذفه تمام تمام بيحمله ان هو يحذفه تمام هو كده حذفه. طب تعال كده نتأكد تاني هو مبقاش موجود هنا اهو حتى لو جيت شغلته كده دوست انتر يعني هيفتحولي ببرنامج تاني اهو فتحه برنامج تاني مفتحهوش ببرنامج ال VLC اللي انا كنت بعمله. طب شوف فاضل عندنا ايه تاني كده فاضل عندنا اني اعمل ابديت وابجريد. طيب نعمل كلير الاول ونشرح الفرق ما بينهم. ابديت ناس بتوع الويندوز طبعا عارفين واكيد يعني عرفانين من الحكايه ديت ان السيستم عندهم كل شويه بالذات يعني ويندوز 10 كل شويه يعمل لهم ابديت يعمل ابديت يعمل ابديت. فابديت انت بتحدث السيستم بتحدث السيستم يعني بتخلي الجهاز يشوف الباكجز اللي عندك او ايه البرامج اللي عندك ويشوف هل ليها تحديثات. ده مش بيجي على برنامج واحد ولا على ملفات السيستم بس لا ده بيشوف ملفات السيستم وملفات والباكجز بتاعت البرامج اللي عندك بيشوف كل حاجه كل برنامج كل حاجه كل فايل موجوده عندك على الجهاز لو ليه تحديث تمام لو ليه تحديث على الريبوزيتوري او تمام على الريبوزيتوري اللي هو بتاع لينكس او الستور بتاع لينكس هيعمل له يقول لك ان في تحديث وانت بقى لو عايز تحمل التحديث دوت حمله تمام. طيب دوت الابديت انك بتعمل تحديث بتشوف في تحديث للحاجه ولا لا ولو في تحديث ممكن تحمله. طيب الابجريد بقى ده اول حاجه اللي هي الابديت. تاني حاجه بقى اللي هي الابجريد. الابجريد انت مش لسه هتشوف في تحديث ولا لا وتحمله لا الابجريد انت خلاص كده انت حملت التحديثات وشفت في تحديثات ولا لا وحملتها من الابديت. الابجريد هي التثبيت للتحديثات يعني الابديت انت بتشوف في تحديثات ولا لا وبتنزلها تمام. اما الابجريد فهو هيمسح لك الحاجه القديمه على جهازك وينزل لك ويبدلها بالتحديثات اللي نزلت او اللي انت نزلتها من خلال الابديت تمام. انا في الجهاز عندي مشكله في الفايل يعني في الفايل يعني بتاع الريبوزيتوري عندي فهيطلع لي مشكله في الابديت تمام. فاجي هنا اقول له سودو لازم في الاول تقول له سودو كده اقول له apt داش جيت واقول له ابديت دوس انتر تمام. بيبدا يبص بقى في الريبوزيتوري بتاعه والباكجز الحاجات بتاعته وهيطلع لك يقول لك في ابديت ولا لا. انا ممكن يطلع لي ايرور دلوقتي لان عندي زي ما قلت لكم عندي مشكله في الفايل سيستم في الفايل بتاع الريبوزيتوري وانا مش عايز اصلحه تمام. فقال لي ان انا عندي ايرور ومش عارف ايه ماشي. انت طبعا مش هيطلع لك الايرور دوت تمام. هيطلع لك ان في كام باكجز عندك عايز تحدث وايه التحديثات ولو انت عايز هتدوس يس او هتدوس انتر هو هينزل لك التحديثات ديت. بس طبعا لازم طبعا تكون مشغل نت عشان يعمل لك التحديثات. طيب بعد ما خلاص شفت ايه التحديثات ونزلتها طيب عشان اعمل الابجريد ديت او اثبت التحديثات اللي انا نزلتها اعمل ايه؟ اكتب له sudo apt داش جيت ابجريد المره اللي فاتت كنت ابديت دلوقتي ابجريد تمام وهدوس انتر. بس طبعا لازم اكون قفلت الانترنت لازم يكون برده شغال عشان ساعات بيحتاج الابجريد بيحتاج الانترنت عشان بتاع التقويم ده رخم قوي
ماشي ايوه كان شغال الشبكة. يا لهوي في حاجة في الشبكة اهي. تمام بيحمل هايلوت. تمام دوس انتر هيحسب لك بقى ان التحديثات دي هتاخد او تثبيت الحاجات التحديثات دي هتاخد قد ايه من الهارد بتاعك. قال لي هتاخد 2 ميجا و3 من 10. هدوس انتر هيبدأ يثبتهم لي. تمام زي ما شايفين هو بيحمل وهيثبت لي التحديثات. طيب انا عايز اوقف التحديثات اعمل ايه؟ كنترول سي اللي احنا متعودين. بعد كده نعمل بقى كلير. طيب هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. هو فيديو سهل وبسيط حقيقة حاجة مهمة، ولكن الموضوع بتاعها سهل وبسيط يعني مفيهوش أي مشكلة. تمام تمام شكرا ليكم، وأشوفكم بإذن الله في فيديوهات جديدة.